بسم الله الرحمن الرحيم. من زمان صراحة عن شروحات الماك، فقلت اليوم راح أشرح لكم الإعدادات المختلفة في نظام الماك لسماعات الايربودز برو. في البداية راح تتحكم في الإعدادات، تروح للبلوتوث من المينيو بار العلوي أو من الشريط العلوي. لو ما كان ظهر عندك البلوتوث روح للإعدادات وبعدين ادخل من الإعدادات على بلوتوث، فلا راح تظهر لك سماعات الايربودز برو. والآن تقدر تضغط على أوبشن عشان تتحكم بالإعدادات. في البداية الميكروفون، تقدر تخلي دائما الميكروفون الأيمن أو الميكروفون الأيسر هو اللي يسمع صوتك، وتقدر أنك تحدد واحد منهم بطريقة أوتوماتيكية. وأيضا تقدر أنه تفعل خيار الأوتوماتيك إير ديتكشن، بحيث أنه أنت لو طلعت السماعة من أذنك راح تتوقف المادة الصوتية اللي أنت تسمع لها. وفي سماعة الإيربودز برو لو ضغطت على العصا اللي نازلة على تحت، فتقدر أنك تفعل ميزة عزل الضوضاء أو انك انت تفعل سيري. فانا انصحك انك دائما تخليها لميزه عزل الضوضاء، لانه سيري تقدر تفعلها بالصوت بانك تقول هي سيري. وطبعا انا اسف لو اشتغلت الاجهزه اللي عندكم. في حاجه اللي اخر واحده وحاب اني اشرح فيها، اللي هي نويز كنترول تاجر. فانت كل مره تجي تضغط على العصا راح يتحول ما بين ميزه عزل الضوضاء ترانسبرنسي اللي هي الشفافيه اللي هي تمرير الصوت الخارجي او اوف. طبعا اوف وش اللي يقصد فيها؟ سماعات الايربودز برو فيها الاير تيبز اللي هو الماده البلاستيكيه اللي تركب عليها بحسب حجم اذنك، فهي تعزل الصوت بطريقه افضل من الايربودز السابقه. لو كان العزل هذا يضايقك، مثل انا لما اجي اركب سماعه واحده الاحظ انه في اختلاف في الضغط بين الاذن اليمنى او الاذن اليسرى والعكس، فانا دائما اخلي لو كنت استخدم سماعه واحده اخلي ميزه ترانسبرنسي على اساس ما احس انه في فرق في الضغط بين الاذن اليمنى او الاذن اليسرى. طبعا النويز كانسليشن هو زي ما هو من اسمه انه يعزل لك الضوضاء. طبعا لو حبيت انك تتحكم هذه الميزه من داخل الماك، تروح لايقونه الصوت وتختار الايربودز برو، ومن هنا تقدر تنتقل ما بين الاوف او النويز كانسليشن او الشفافيه اللي هو ينقل لك الاصوات الخارجيه الى اذنك. طبعا انت صار لي تقريبا يومين اجرب السماعه، ودي الصراحه اجربها كم يوم عشان اعطي رايي فيها، ويمكن تتفاجئون من رأيي فيها، لكن خلوا أجربها كم يوم عشان ما يكون أعرض رأيي يكون الرأي اللي إن شاء الله هو الصحيح من تجربتي الشخصية. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. ياريت تقولوا لي هل أنتم مثلي اشتقتوا لشروحات الماك ولا لا. يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.